فعلا مساء الخير. مساء الخير احمد بيه، ومساء الخير على الساده المشاهدين. اولا بحيي حضرتك مره تانية، ولكن هو فين الراجل المسؤول عن المنطقه ديت؟ اولا الشارع 75 طبعا الحقيقه المقدمه اللي شرحتها سعادتك احمد بيه مقدمه صحيحه. الحقيقه احنا النهارده كنت انا بمر على احد المناطق اللي بيتم تطويرها، وهي منطقه العصافره ابلي، ودي من ضمن المناطق العشوائيه اللي بنطورها بمبلغ 244 مليون جنيه. منطقه عصافره ابلي على مساحه 277 فدان، ويقيم فيها حوالي نص مليون نسمه من ابناء اسكندريه. طبعا المنطقه دي دخلت في التطوير معانا من حوالي سنه وشهرين تقريبا، وان شاء الله يوم 30/8 المنطقه بالكامل هتكون تم تطويرها وانتهت. الاعمال التطوير اللي بتتم فيها كمنطقه عشوائيه اعمال صرف الصحي واعمال كهرباء واعمال ميه واعمال رصف. اللي انا رحت النهارده بتفقده واتابعه عمليات الرصف في الشوارع الخاصه بالعصافره دي. طبعا كان بعد عمليات التطوير دي يعني وبعد عمليات التكلفه دي كلها والرصف، المفروض ان احنا الشوارع دي نحافظ عليها نظيفه، ما فيش حاجه تشغلها لا باعه جايبين ولا اي اشغالات. وانا قعدت مع الناس النهارده في نفس الشوارع دي واتكلمت معاهم، والناس تعهدوا ان هيبقى الشارع تستمر نظيفه زي ما هي، وعدتهم انا الحقيقه في حاجات كتير. وانا خارج من الشارع منطقه عصافره ابلي كان بنخرج على شارع 45، وهو من اشهر الشوارع الموجوده في محافظه اسكندريه، وجئت بكم اشغالات غير عادي. عارف يا احمد بيه، احنا دايما الاشغالات بنبقى باعه جائلين. لا، النهارده ما كانش في الشارع باعه جائلين، لكن اصحاب المحلات بيفرشوا قدام المحلات قد المحل من جوه مرتين، يعرضوا البضاعه بتاعتهم، يقفلوا الارصفه كلها، يقفلوا الشارع، يتسببوا في اختناقات مروريه. فطبعا كان لازم طبعا صادرنا كل الحاجات دي اللي احنا شفناها، كل الاشغالات اللي كانت موجوده على جانب الطريق. وخليني اقول لك، جانب الايمن تابع للمنتزه الثاني، وجانب ايسر تابع للمنتزه الاول. الحقيقه كمل الاشغالات احنا صادرنا الحاجات كلها، هنعمل الاجراءات القانونيه الخاصه بيها، نبيعها في مزاد علني عشان ما حدش يرجعها ثاني. وانا يمكن لاحظت في الفيديو اعلنت ان الحاجات دي اللي بتتصادر دي كلها تدخل على مخازن ديوان عام المحافظه. ليه؟ تروح ميزان، مش تروح المخازن الخاصه بالاحياء. ليه يا فندم؟ لما بتروح المخازن الخاصه بالاحياء بيحصل تلاعب بين التجار وبين الناس دي وبين بعض الموظفين اللي موجودين في الاحياء، وياخدوا الحاجات دي منهم تاني مقابل بعض المصالح اللي احنا فاهمينها كويس قوي، او بعض الحاجات اللي هم يعني لا يتقبلوها. ومش عاوز يعني اقول اكتر من كده، كلنا فاهمين الكلام ده. لا بس سيادة المحافظ معلش، لما بتروح الحي او كده مش بيبقى في ورق بتسجل الحاجه كام حاجه كذا وكذا، ولما برجعها تاني مش برضه باجراء قانون، ولا هو حسب راي المسؤول هنا؟ لا، هو المشكله انها قبل على ما توصل الحي وهي في الطريق بيبقى بيحصل فيها تلاعب. فلما يبقى الحاجه كلها بتروح على العربيات على ديوان المحافظه بيبقى في جرد صحيح، اجراءات قانونيه سليمه. انا بعمل اجراءات قانونيه سليمه بورق يدخل المخازن ويخرج المخازن، ليها اجراءات اداريه. نعم. بيبقوا هنا في المحافظه ملتزمين بيها. بعض الاحياء ممكن يبقى ما فيش التزام، في تلاعب، في بعض الموظفين على علاقه بالتجار يبقى في تلاعب اكتر. كل ده مش هينفع. انا اديت النهارده شارع 45 من اكبر الشارع، اديت تحذير لكل التجار وقلت لهم همر عليهم ثاني. كل حاجه هتتضبط في المرور الثاني والثالث والرابع، مش هتروح الاحياء، هتبقى في ديوان المحافظه، وهعمل لها اجراءات اداريه وقانونيه مع النيابه بحيث انها تباع بالمزاد العلني، وقيمتها ننظف فيها نفس الشوارع دي عشان التاجر ما كانش يتعلم ان ممنوع منعا باتا يتعدى على شارع الدوله وياخد بره اكثر من المحل بتاعه الضعف ويحطه ويحرم الناس انها تعرف تمشي في الشارع. ده امر غير مقبول نهائيا. نعم. احنا اسكندريه زي ما قلنا قبل كده، سبع مناطق عشوائيه بنطورها لينا سنه ب 811 مليون جنيه، يعني اوشكنا نوصل مليار جنيه. ما ينفعش انا اطور
الشارع وانظفه وفي الاخر الوثه بهذه الاشغالات بشكل بشع. سياده المحافظ المسؤول يا فندم هو ما كانش بينزل ولا ايه الحكايه؟ وسيادتك طلبته انه يجي لسيادتك المحافظه، هل جه ولا لا؟ وكان فين وحضرتك بتعمل الجوله؟ ان وانا بكلم سعادتك دلوقتي احنا طلعنا القرار ايقاف مدير الاشغالات عن العمل ورئيس الحي موجود عندي في المحافظه وفي اجراءات بنتخذها ضد كل المقصرين المسؤولين بتوع الاشغالات. خليني اقول لك برضه احمد بيه عشان نقول حجم التعديات وحجم الاشغالات كبير جدا يفوق ما نتخيله. يعني احنا عندنا شارع احنا بنطور في اسكندريه فيه اكبر شارع برضه شارع مصطفى كامل. اتمنى زي ما قلت لسعادتك قبل كده الكاميرات تيجي تشوف عمليه التطوير. عمليه التطوير اللي بتتم في شارع مصطفى كامل خياليه. الناس مش متخيله وكله يعني من على نفقه المحافظه. ما فيش تكلفه في الميزانيه، لا ده على نفقه المحافظه بنطوره لان كان مطلب شعبي وجماهيري لكل الناس في محافظه اسكندريه تطوير شارع مصطفى كامل. وعشان كده الشوارع دي كلها بعد ما طور الشارع وبعد ما اصفه واخلص الصرف الصحي انا وسعت الشارع الضعف تقريبا. ما ينفعش في الاشغالات. لازم يبقى في متابعه من عندنا ومتابعه من الحي، واللي خالف يبقى في اجراءات رادعه والا مش هيكون في التزام. هل عايز اسال سؤال معلش، يعني مين حسن بيه يا فندم؟ حضرتك يعني شادد جامد وحسن بيه بيضحك على طول مبتسم على طول، مين يا فندم؟ يعني هو اللي هو حسن ده رئيس الحي اللي مسؤول عن الحي كله. ويعني في اجراءات احنا بتتم ويعني في حاجات ما ينفعش تبقى موجوده على الهواء او في الشارع، لكن احنا بيبقى في تقويم كويس جدا وبنحاسب على ضعف الاداء كويس جدا، بيبقى في اجراءات رادعه مش لازم نعلن عنها. لكن الامور ان شاء الله انا قلت لهم خلال 48 ساعه هنزل مره ثانيه وهنزل مره ثالثه. لازم الشارع ده كله ينضف، الشارع 45، لان احنا بنطور المنطقه المنتخبه ليه تماما. وهو شارع متطور اصلا لكن الاشغالات اللي فيه بوظته. بوظته. طبعا. هنا الشارع بيبقى نظيف. اشغله بالباعة الجائلين واشغله بالمحلات تخرج كلها. خلي بالك سعادتك الفيديو اللي بيتصور ده طبعا كل المحلات لما عرفت المحافظ وصل كله قفله. شفنا حاجات كتير قفلت. صح. لكن احنا هنفضل لازم يبقى في المتابعه مستمره يوميا. وكل رؤساء الاحياء الحقيقه عندنا رؤساء احياء شغاله كويس جدا. والمقصر بيتحاسب. واحنا اتعودنا بننبه مره والثانيه الثالثه بيبقى في حساب عسير. حضرتك مش زي ما بقول كده، خلينا ناخد الجزء الاخر، ان انا مش جاي اقطع عيش الناس، انا عايز الناس تشتغل وتعيش بس في الحدود الالتزام بالقانون. انا باكد كل واحد منهم له احترام وله تقدير، وكل محل يلتزم بالمحل اللي يلتزم بالمحل الخاص به وما يخرجش عنه. وهو له كل الحقوق وما يعني ما يستجيبش لاي اخرين يحاولوا يعني يبتزوه ويحاولوا يقولوا له احنا هنسيبك وافرش بره، لان ده مش هيحصل تاني. مش حضرتك مش هتسمح بالفرش بره المحلات مره تانية خلاص على الارصفه ولا باعه جائلين؟ يعني محلات ولا باعه؟ احنا بناخدها منطقه منطقه يا احمد بيه. احنا بناخدها منطقه منطقه لان انا عندي في اسواق عشوائيه كتير جدا فيها الاف الباعه الجائلين. انا لازم عشان اكون منصف واوفر له مكان رادعه اوجد مكان صح مناسب ليهم يطلبوا انه يعيش. وبعد كده احاسب اللي يخرج عن هذا الاطار. لكن انا اشيلهم مره واحده والناس دي وراها اسر وراها بيوت. صحيح. كويس. لازم اكون الحل بتاعي حل جذري. حل صحيح ما يسيبليش عفوا ديول تعمل لي مشاكل بعد كده. طب هل مدير الاشغالات يا فندم معلش قام بدوره ولا ما قامش، ولا هو ليه ارتباطات ليه علاقات؟ لانه لو بيروح هناك او بياخد اجراءات يعني اكيد ما كنتش حضرتك هتشوف المنظر ده. طالما احنا شفنا الاشغالات بالمنظر ده يبقى هناك اوجه قصور. اسبابها ايه؟ هعرفها طبعا من خلال التحقيق لان في احاله للتحقيق مع الايقاف عن العمل. هنعرف اسباب القصور ده ايه.
نعم. ودايما اوجه القصور دي بيبقى لها اسباب كتير. نعم. لا عندكم كمان شهر 8 بيبقى الدنيا ايه بسم الله ما شاء الله في اسكندريه، ما حد تعرفش تمشي. اكيد احنا انت عارف انا لو نزلنا دلوقتي الشارع على الكورنيش هتلاقي مش عاوز اقول اكتر من مليون نسمه بيتمشى على الكورنيش على مدى على طول 16 كيلو. وده امر يعني يعني ربنا يكرمنا كده ايه نقدر نشوف. شفت امبارح والله سيادة معاه الصوره الساعه 2 صباحا حد بعتها لي امبارح من اسكندريه، قال لي بص يعني بس للاسف ما اديتهاش للزملاء لكن هنحاول نشوفها ونجهزها. حاجه مشهد يعني جميل جدا زي ما بقول كده، بلدنا مستقره وامنه بسم الله ما شاء الله. احنا الحقيقه عندنا 2 الصبح زي 2 الظهر بالظبط. ايوه بالظبط كده. ما يعني اسكندريه في شهر 7 بالكامل وشهر 8 ونص 9 لا عندي الامر صعب جدا. الجهات الحقيقه الجهات التنفيذيه ورؤساء الاحياء شغالين معانا بقدر الامكان، شغالين كويس. كميات القمامه اللي موجوده عندنا برضو لازم انوه بتزيد 2000 طن في اليوم. انا عندي كميات القمامه الطبيعيه 4200 طن يوميا. في شهور الصيف بتبقى 6500 طن. ده بيبقى عبء كبير جدا على المحافظه وعبء على الصرف الصحي وعبء على الميه وعبء على الكهرباء. لكن احنا برضو بنرحب بضيوفنا وبزائريننا وده الموسم بتاعنا واحنا صح. شغالين معاهم ان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا. بشكرك شكرا جزيلا مره ثانيه اللواء محمد شريف محافظ الاسكندريه، شكرا جزيلا.